يقول هل ينفع أتقدم أكثر من مرة لخطبة فتاة من أسرة مستقيمة دينيا وأنا بجاهد نفسي أن أكون مثلهم؟ رفضوا بعض الرؤية الشرعية تقريبا بسبب الخلاف بين الوسيط ووالدة الفتاة وليس لي أي ذنب إني أريدها. تقدم، ما في مشكلة، تقدم لها مرة ثانية بأسلوب حسن، إن قبلوك الحمد لله، ما قبلوك خلاص ما في مشكلة. إحيانا الوسطاء يعرقلون الزواج، إحيانا الوسيط يعرقل الزواج لمآرب في نفسه.